إننا جد سعداء لأول مرة أدخل هذا البلد السعيد. رأيت ما لا أراه من جمالية ومن استقبال ومن تواضع. الله يحفظ تميم وأولاد تميم وشعب قطر الأعزاء. أنا لا أقول هذا لأي أرمية الورد، لأول مرة في حياتي رحت جميع الدول الأوروبية وأمريكا ولم أرى جمالية وتواضع هذا الشعب. ألف مبروك ألف مبروك. هذه على زياش، هذه وين وين كلها كلها. أيوة قطر is a very welcoming country. هذه الدور الثاني للنهائي إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you very much. It's perfect. Delicious. ملعب الثمامة القحفية. القحفية. وش قاعد تسوون أبو عبد الله؟ والله شغلات بسيطة يعني حق الجماهير من بعد ما تطلع من المباراة تمر هني من يم البيت. طبعا احنا نحاول ان نضيفهم الموجود بالشغلات البسيطة، الماي، الفواكه، العصير، الشاي والقهوة، هالاشياء هذه شوي نرويهم بعض الكرم وضيافة اهل قطر نراويهم العادات اللي عندنا الطيبة هذه. قلت لصديقي سيمر 4 سنوات أخرى وسترى قطار. نعم. ليست قطار، نقول بالمغربية خطار. خطار. نقول يا هلا ومرحبا فيكم في بلادكم وبين إخوانكم بين جماعتكم ونرحب فيكم والحمد لله نستانس على فرحتكم. أنت واليوم فزتم، مبروكين مبروكين. الله يحفظك والله يعزك. إلى جا إلى جا سيدنا محمد. الله معاه أتبارك أتبارك الله وصلات عليك رسول الله العاشق في النبي صلى الله عليه. الحمد لله احنا بعد كمسلمين اولا وكعرب ثانيا هذه من عاداتنا الطيبة الحمد لله رب العالمين. هم الإسلام يحث على ان نكون احنا كرماء مع ضيوفنا، وهم كعرب بعد عندنا هالصفة من زمان ومن القديم يعني. فالحمد لله احنا ماشيين على هالعادة الطيبة هذه ونعلم عيالنا، ترى هالصغار هذول يتعلمون منه يشوفون شو نسوي احنا وما يسوون معانا بعدين.